مش جايين بس عشان يقدموا انفسهم، جايين علشان ياخدوا فرصه المباراه الثانيه زي ما استاذ محمود قال. صحيح. سؤالي الاخير لحضراتكم، طبعا بعد اقاله باتريس كارتيرون كل الاصوات كانت عاليه جدا، عايزين مدير فني اجنبي جديد، وطبعا الكل كان بيسال كل يوم فين المدير الفني الجديد. يمكن مع بدايه الفوز ورا فوز ورا فوز ابتدت الاصوات دي تهدى شويه. النهارده ان شاء الله بعد اللقاء ده لو انتهى باذن الله على خير وانتهى بالفوز مع كابتن محمد يوسف، هل تعتقد ان في اصوات هتنادي ببقاء كابتن محمد يوسف في قياده النادي الاهلي؟ ما اعتقدش ان الاصوات دي تبقى صح، يعني عشان بس نتكلم كلام مهم، محمد يوسف واحد من الذين دفعوا بانفسهم بطريقه اما النصر او اما الشهاده، يعني بطل بطل خلاص خلصنا، لكن الاهلي يحتاج للانطلاقه يعني فيها تحديث. خلينا صراحه، وانت تبني فريق جديد وانت تجلبي نجوم كثر، انت محتاجه قياده فنيه. كابتن خطيب ربنا يديله الصحه يا رب، هو اصلا من الكتله اللي صنعت الكلام ده، صالح سليم رحمه الله، كابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحه، وثالثهم محمود الخطيب. هم يعوا تماما ان الاداره الفنيه بخواجه بيبقى ليها اوقات كده هام وعاجل، وبالتالي بيبقى معاه بقى النبهاء من ابناء النادي الاهلي. ده الكلام يعني او فصل الخطاب. الفوز اليوم قد يعطي مزيد من الوقت لمزيد من التدقيق في الاختيار، لكن ان يعطي مساحه للحوار، محمد يوسف كلنا مؤمنين به وكلنا يعني شفناه ودعمناه، لكن الحقيقه الاهلي يحتاج تحديث كامل. انت مش بتتكلمي عن فريق فني بس يجي، انت بتتكلمي عن بدني، مع احترامي، عن جهاز طبي. صحيح. عن كل شيء يحتاج التحديث، وده ما يقللش من العاملين في حاجه يا جماعه، لا يعمل في الاهلي الا الاكفأ، لكن ده اوان التغيير، ده اوان الالفيه الثانيه او الثالثه، سميها زي ما حضرتك تسميها، وبالتالي هي تحتاج لنظره جديده، يعني قلناها على الناس اشقائنا في القاره الاثيوبيين مع مستثمر، مش هنقولها على الكبير الذي اعتاد سحب قاطره التطوير في الكره المصريه بهديكوتي في عصر الهوايه، بفايسا، بالراجل العظيم الانجليزي ده كان مدرب انجلترا، ودور ريفي، واقنعه صالح سليم ان ياتي لولا مرض زوجته. الاهلي كان دائما سباق بوجبه التحديث، وجبه التحديث، وبالتالي الحوار العاطفي لا مكان له، الحوار الان عن احتراف يسبق اليه دائما النادي الاهلي. الفوز علشان اقول لك فصل الخطاب يعطي مزيد من الوقت للتدقيق، عشان الاهلي لا يحتاج الا مدير فني وطاقم يعيش بقى، استاذ محمود مش يجي ويبقى تحت الاختبار.